يعني اليوم مثلا على سبيل المثال التركيز على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان هو توسيع آخر، ولكن هذه المرة توسيع مكثف ومحتدم ضد مدينة الأبيض في شمال كردفان، وهي أيضا من الأقاليم شمال كردفان من الأقاليم المهددة بالانفصال عن الشمال السوداني، كما أن دارفور أيضا تهدد بالانفصال عن الشمال السوداني، أي عن الدولة السودانية الأم، كما أن التركيز على جنوب أمدرمان وجنوب وشرق الخرطوم، كل هذا يدل على أن الصراع المسلح من الصعب أن ينتهي، رغم الهدن التي حدثت ورغم اللقاءات التي حدثت في جدة برعاية سعودية أمريكية أو لنقل بتوافق سعودي أمريكي. أنا لا أشك، يعني أنا صراحة يعني أشك في التدخلات الأمريكية، الأمريكيون لا يعملون شيئا لوجه الله ولا لوجه الإنسانية. يعني يكفيك أن مادلين أولبرايت، لا أريد أن أخرج عن الموضوع، مادلين أولبرايت عندما سألتها أمان بور مذيعة CNN أنتم قتلتم 500 طفل في العراق، قالت مستاهلة، It is worth it. لماذا؟ يعني الأمريكيون لا يعملون شيئا لوجه الله ولا يعملون شيئا لصالح الشعب السوداني بنية طيبة، لا، هم يعملون، هم أصحاب نظرية، هم سادة نظرية ماكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، هم يقتلون القتيل ويمشون في الجنازة، هم لا يعملون شيئا إلا في مقابله يحصلون أو يجنون مصالح مادية